استقبل على الهاتف الكابتن فؤاد سلامة المدير الفني لمركز شباب طمية. كابتن فؤاد سلامة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك كابتن فؤاد. ازي حضرتك يا استاذ عبد الناصر، واهلا بضيوفك الكرام. يعني اولا احييك على كل ما تقدمه مع طمية، انت مدرب واعد ومدرب محترم وراجل اكثر من هايل، فهذه تحيه كوره بلدنا بكل ضيوفنا وكل مشاهدينا لحضرتك ولجهازك الفني. شهاده اعتز بيها طبعا من حضرتك ومن ضيوفك الكرام. اتمنى نكون احنا عند حسن الظن، بنحاول ان احنا نقدم حاجه يعني للدوري. ايه القصه؟ ايه القصه؟ زي ما حضرتك لحظه بس طبعاً. لحظه بس اصبر عليا، اصبر عليا، اصبر عليا. احنا لازم نديك حقك الاول يا كابتن. المدربين الواعدين اللي زيك احنا ما بنصدق نلاقيهم، لان دور البرنامج ده ان يساعدهم في ظل انك مركز الشباب الوحيد على مستوى المجموعات الثلاثه اللي بتلعب في الممتاز بها، فلازم نديك حقك يعني. الحمد لله. ابدا الحمد لله طبعا. ابدا معاك. اتفضل. عندما وصلتك هذه التسجيلات تعاملت معاها ازاي؟ ووصلتك قبل الماتش ولا بعد الماتش؟ طبعا الموضوع جالي قبل الماتش بيومين، وانا موجود طبعا عندي على الواتس عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين. وبحضرتك عارف ان موجود التاريخ عشان بس ما اقولوش ان انا طبعا يا جماعه انا بشكر الكابتن فؤاد سلامه على معلومه قالها، ان هذه التسجيلات مع الكابتن فؤاد سلامه قبل المباراه، وقبل المباراه بتاريخها، والكابتن فؤاد سلامه اختار برنامج كوره بلدنا ليخصوا بهذه التسجيلات لكلمة قالها لي قبل الهوى: الأمانة والمصداقية والشفافية، وإحساسي أنه برنامج يبعد عن المصالح والسبابيب. فده شيء أنا بشكرك عليه. التسجيلات يا جمال بعلام مع الكابتن فؤاد سلامة هي بلاغ منه لحضرتك وللمسؤولين، وأرجو استدعاء الكابتن فؤاد سلامة مع التسجيلات على تليفونه بالتواريخ وبدقة، وسيدلي بكل شيء، وهذا كله على مسؤوليته. اتفضل يا كابتن. أكيد طبعا، حضرتك قلت كله مظبوط، وأنا اخترت حضرتك بالذات لأن أنا عارف إن الموضوع مش هيقف عند حضرتك ودقيقة ولا خمس دقايق ويوم ويعدي وخلاص. اتفضل. الموضوع أكبر من كده بكتير، الموضوع فيه مجهود بيضيع وناس بتبقى شغاله ويجي ناس ثانيه تاخد مجهودها، ان طبعا الحاجه انت عارف ان مجموعه الصعيد اغلبيه. طب يا فؤاد يا فؤاد، انا كابتن رمضان السيد معاك يا فؤاد. ازي حضرتك؟ علق صوت شويه في الاستوديو. ربنا يخليك يا فؤاد. طب انت لعبت اللعيبه ديت اللي شكيت في صوتها؟ انا اقول لحضرتك، انا الموضوع جالي قبلها بيومين. أوه. بصراحه كنت مصدوم، بس انا قلت حد من صاحب الولد دوت يهزر معاه. بتاع ما خدتش وديت في الموضوع. لما لقيته جاي لي مره بعدها بيقول لي انا في اتفاجئت ان في حد كلم الحارس بتاعك، اللي اتكلم ده معايا في الفرقه. يعني مش حد بقى بره، ده هو متصل مع حد من الفرقه اللي هو بيقول اسمه في الفرقه، بيكلم اللعيبه ان هو لا الموضوع عادي، وانا كنت الموضوع ده عامله السنه اللي فاتت في فرقتي. لا يبقى هنا بقى ما نزلتش كده، نزلت بفعل فاعل. يعني بلد بحالها نزلت بسبب لعيب زي دوت. هو حارس مرمى، انا ما عنديش مشكله، انا واجهه وواجه اي حد. وعندي الشهود، انا اللعيبه بتاعتي شهود، انا ما خدتش الكلام كده ان هو مسلم بيه وخلاص وخدت القرار وطلعت قلته كده، لا ده انا اتاكدت لقيت ان هو مكلم لعيبه عندي في الفرقه بيتكلم معاه ان الموضوع ده من السنه اللي فاتت والمبلغ كبير. حضرتك بتتكلم عايز يوزع 100,000 جنيه، انا اكبر عقد عندي 40 و50,000 جنيه وعاملهم مبلغ بالعافيه. واستاذ محسن طبعا مشكور بيحاول ان هو يظبط الموضوع للسفر، فلما تيجي لعيب بياخد 1000 ولا 2000 جنيه تيجي تعرض عليه تقول له 50,000 جنيه اديهم لك في ماتش، لا طبعا ليه حق يفكر ويفكر ويفكر. طيب كابتن فؤاد، يا كابتن فؤاد بعت لي مسؤول من اتحاد الكوره، الناس تفاعلت الحمد لله، احنا مش شايفين بكثافه، بس بعت لي سؤال: كيف حصلت على التسجيلات؟ انا التسجيلات ده طبعا اللي بيتكلم في البويس اللي مع حضرتك. لو سمحت علشان انا راجل دقيق وحافظ للقانون، لا تذكر اسماء مكانها النيابه والتحقيقات، نحن هنا نحترم كل حرمات الناس حتى المذنب، لان احنا لازم ما تقولش اسماء. انا مش هقول اسامي لان انا عندي رايه في اللي حضرتك بتقول عليه دوت بالظبط. انا مش هقول اسامي، بس هو لعيبه عندي في الفرقه، انا جاهز بشهود
باي حد. المهم ان القضيه دي ما تتقفلش الا لما تكون محلوله يا فندم. السؤال السؤال الاول بس عشان كل مصر بتتابع، حصلت على التسجيلات دي ازاي؟ ده سؤال الاول. من اللعيبه عندي في الفرقه، وانا اللي هو تليفونه بيسجل اوريدي لوحده، والمره اللي بعدها انا اللي طلبت منه، انا اللي قلت له لا لازم تسجل لي وتقول لي، عشان كنت عايز اعرف اللعيبه اللي هو تواصل معاها، لحد ما هو نطق قال انا الباك رايت والباك ليفت وحارس المرمى والديفندر اللي عندك ان هو بيسمي. فقلت انا مش هعمل حاجه. يا كابتن يا كابتن بعد اذنك، يعني اللاعب اللي ادالك التسجيلات جه عرض عليك انك تدخل في الموضوع ولا اكتشفته فجاه؟ لا ده هو خاف فجي قال لي كابتن اتعرض عليا الموضوع دوت من الشخص دوت في الساعة الفلانية اعمل ايه؟ فانا طبعا الموضوع انا اتصدمت، انا ما يجيش في دماغي اساسا حاجة زي كده، يعني انا عارف الحاجات دي بتحصل في الدوري. طيب حضرتك معلش هقطعك كتير، عندما جاءك اللاعب خوفا واعترف لحضرتك كمدير فني، انت تعاملت معاه بنظام المحققين الشطار، قلت له تمادى في الموضوع وسجل، حصل ده؟ بالظبط. طيب بعد ما تمادى سقط امامك اقنعه بعض اللاعبين الباك رايت والباك ليفت وحارس المرمى والكلام ده كله، تعاملت بقى مع الموقف قبل ماتش الالومنيوم مع المراكز دي ازاي؟ وهل استبعدت اللاعيبه دول من المباراه ولا لعبوا؟ في استبعدت الحارس مش الاساسي اللي هو الموجود بقى اللي في الموضوع اللي هو متواصل مع الراجل، ده استبعدته. وبس انا استبعدته صراحه صدفه، يعني انا يا ريت ما كنت استبعدته، لان انا كنت عايز اللقاء يتم، ان الفويس اللي مع حضرتك ان هو بيتفق معاه. يعني حاجة. يعني معلش انا بفهم الناس، يعني انت لما استبعدت الحارس انقطعت الاتصالات، فانت ندمان انك استبعدته. انقطعت الاتصالات يوم الماتش، هي الاتصالات دي فضلت شغاله يوم. يعني اللي بيكلمه عشان يديله الرشوه لما عرف انه بره الاسكور صرف نظر عنه. قلق بقى، قال لك مش من عادتي ان انا اخرجه، هو فعلا مش من عادتي، انا من عادتي بدور اللعيبه ما بين بعضها. مش محتاجه بدخله بقربه عشان اللعيبه ما تملش يعني. تمام. لكن لما انا بقى لما لقيت الموضوع كده يعني ما بينه وما بين نفسي، هاتوا لنا صوره الكابتن فؤاد سلامه يا جماعه. هاتوا لنا صوره الكابتن فؤاد سلامه، الناس تعرف بنكلم مين. كابتن فؤاد كان لعيب كبير واسمه بيها الشاشه، دي قضيه راي عام. بالظبط بالظبط حضرتك، يعني مشكور ان حضرتك بتوضح كل التفاصيل دي. بعد اذنك يا كابتن، لما استبعدت حارس المرمى، هل استبعدت اللعيبه الثانيه اللي ذكرت في المكالمات؟ في لعيب حصل مشكله معاه الصبح قبل الماتش بيوم بدون داعي برضه، بس انا مش عايز اربطه بالحدث، ان هو بالنسبه لي انا كفؤاد مستبعد عن الموضوع ده نهائي انه يكون تواصل يعني، بس حصل مشكله منه غريبه واعتذر عن الماتش ما سافرش. انا برضه عشان ابقى صريح معاك، لكن كلمه ان انا معايا دليل على ان حد من اللعيبه عندي خد فلوس، انا ما عنديش دليل نهائي. انا كل انت لا تمتلك انت لا تمتلك الا الفويس ده اللي بتقدمه للمسؤولين من خلال برنامج كره بلدنا على مسؤوليتك للتحقيق فيه. بالظبط. انا راجل مش انا مش مفتش مباحث ان انا افضل ادور. صح. لا انا معايا طرف الخيط جيت اديته لحضرتك، لان الموضوع مش صغير، الموضوع اكبر مني واكبر من ناس كتير قوي، بس الموضوع سهل يتحقق فيه. نمره التليفون بتاعه الراجل اللي بيتكلم معايا سواء غيرها او ما غيرهاش، عارف المرمى اللي تواصل مع اللعيبه عندي موجود ومعروف، فكل الحاجات دي سهل ان هي تتجاب وتحقق معاه ويعترف ان الموضوع سهل. الموضوع انت طيب انتقل. معلش يا كابتن عذرا للمقاطعه، هذا ليس طبيعي. ننتقل الى المباراه. أيوة. هل حضرتك اثناء المباراه لاحظت تواطؤ من بعض اللاعبين في عدم تنفيذ تعليماتك، او واحد قال له بخ راح اترقص عشان يجي جول؟ صح. مليون الميه انا دي مش اللعيبه بتاعتي، مليون المية. أنا لا أشكك في لعيبتك، سؤالي واضح، هل لاحظت ذلك؟ كلام معين. حصل. أنا ما مش دول مش دول لعيبته يعني، مش دي حالتهم. دي حالتهم. مش دي حالتهم. ولا واحد كان حتى أحسن لعيبة عندي، أنا مش بقول إن هو خد، أنا ما ينفعش إن أقول إن هو خد، بس هو ممكن يكون اليوم ده بضبط للفرقة كلها. أنا معاك في كل ده، هسميها كده، هم أولاد صغيرين.
لكن الحاله الجماعيه اللي كانت عليها الفرقه دي انا مش لاقي لها سبب. حتى المساعد طيب. بيقول لي طيب. انا بفكر اعتذر. طب يا كابتن يا كابتن اللي خلاك تقرر ان تلجا لله ثم البرنامج كره بلدنا وتفجر القضيه، هل ان الكلام كله كان على ثلاث اهداف ودخل فيك ثلاث اهداف؟ عديك حضرتك جاوبت بالظبط. انا استنيت لحد ما كون الموضوع كله عندي. هل الماتش هيخلص فعلا ثلاثة؟ لقيت الماتش خلص ثلاثة ومستوى اللعيبة مش في حالتهم. فخلاص لا يبقى انا مستني ايه يعني؟ يبقى بعد الهدف الثاني يا فؤاد. لا لحظة يا كابتن اخلص انا هخلص واسيبكم تناقشوا. كابتن اسمح لي، هنا في تناقض في كلامك. انت بتقول انا بثق في لعيبتي والثلاثة اللي جم فيا خلوني اشك. هنا انت بتقطع الثقة. انا مقدر انك مدير فني للفرقة ومش عايز تدمر بأي كلام. مقدر لذلك وعارف وحافظ انك لا تستطيع ان تتهم لعيبتك. انت عندك ماتش يوم الخميس وما ينفعك تعمل ده في الاعلام. هل لجأت لمجلس الادارة وتحدثت معهم وسمعتهم الحاجات دي قبل ما تبعتها لنا؟ تواصلت مع الاستاذ محسن، وطبعا محامي معروف، لان انا كلمته قلت له في حصل واحد اثنين ثلاثه واحد اعضاء مجلس الاداره الاستاذ رمضان، بعت لهم الهويسات. طبعا هم جالهم صاعقه يعني من حاجه زي كده، لحد ما طبعا ابتدت افكارنا تبقى واحده، لا يبقى في حاجه غلط. طبعا انت عارف ان الاستاذ محسن محامي فادرى عني بشؤون كتير، فهو اللي وضح لي الصوره ان دي ممكن تبقى مراهنات. طبعا انا عارف ان هي دي ممكن تبقى مراهنات، لان هو ذكر في صوت من الاصوات اللي مع حضرتك ان في حد اجنبي موجود، يعني روس. ايه اللي هيدخل روس يخشوا الدوري الصعيد ويهتموا ويحتاج ثلاث اهداف دي؟ روس روس طبعا من الموضوع كمراهنات. اخدهم كافيه يا كابتن قعدوا مع ناس طبعا يعني. كان لازم اشركه معايا لانه ادرى مني. طب ممكن يبقى فرقه ثانيه كمان شرط طميحه. هو قال لي مفيش مشكله اتفضل، وانا لو في امكانيه ان انا برضو ابقى متواصل معاهم النهارده قلت له مفيش مشكله. كده كده الاستاذ عبد الناصر الزن مش هيهتم بالموضوع، وهو ده اللي احنا عايزينه، ان مجهودنا ما يروحش على الفاضي بسبب تدخلات بس. طيب سؤالي الاخير عشان اسيب ضيوفي يناقشوك. سؤالي الاخير الاستاذ محسن صديقي العزيز رئيس مجلس اداره مركز شباب طميه وحضرتك، هل تحركتم بكتابه مذكره قانونيه والابلاغ بما لديكم من اصوات ومستندات لاتخاذ الاجراءات القانونيه سواء لاتحاد الكوره ولا للنيابه العامه، ولا فضلتم انكم تعلنوا ده اعلاميا وبعدها تتخذوا الاجراءات القانونيه؟ لا فضلنا ان احنا نقعد مع بعض الاول ايوه ونشوف ايه الموقف اللي ممكن يتم ويتخذ. انا اللي اصريت ان انا اطلع للاعلام النهارده واقول دي صراحه لازم اقول لحضرتك عليها، وكلمت الاستاذ محسن جميل قلت له انا هعمل 1 2 3 لاني مش هسكت. انا مش هسمح ان سمعتي ان انا لسه ببدا تدريب، ان انا يعني انا برضه مع احترامي فرقه الالومنيوم مش هي اللي تغلبني ثلاثه مع احترامي. لن تسمح لن اتعب وحد يجي يضيع لي مجهودي على الفاضي. وخلي بالك خصوصا ان دي اول هزيمه ليك، انت عامل ماتشات هايله من اول ما استلمت. بالظبط وشغال كويس، حتى هزيمه المقاصه ضربه جزاء غريبه الشكل يعني. ما علينا كل ده وارد، لكن كلمه ان انا يجي لي ان انا يخش قبل الماتش فيا ومعايا اليوم والتاريخ قبل الماتش ابقى عارف ان هيجي فيها ثلاث اهداف ويجي فيها ثلاث اهداف، لا الموضوع كده طيب. ما ينفعش اتكل عليه. انهيت اسئلتي والصوره وضحت للراي العام، وهذه قضيه يفجرها الكابتن فؤاد سلامه على مسؤوليته، وانا اثق في الكابتن فؤاد سلامه انه لديه الاستعداد ومعه شهود للوصول الى اخر وابعد نقطه حتى ياخذ حقه لكشف هذا الموضوع ان كان في مؤامره من عدمه لسنا جهه التحقيق. كابتن رمضان السيد عايز اسالك. يا فؤاد يا فؤاد في نقطة مهمة جدا جدا يا فؤاد، أنت بعد إن أنت جمعت كل المعلومات دي وكنت عارف إن في تسجيل هيحصل كمان ما بينهم وبين بعض، كان الخطوة المهمة جدا إذن النيابة، عشان التسجيلات دي أنت ممكن توديها اتحاد الكورة يقول لك مش معترف بيها لأن أنت ما خدتش إذن النيابة. صحيح. أقول لحضرتك حاجة، أنا عارف المعلومة ديت، أنا كنت مستني الولد يروح يقابله واخد منه الفلوس حتى يبقى معايا صورة دليل ان انا اصوره. الولد انقطع عن الاتصال من ليله المباراه متاخر، على فكره هو في اتصال تم كمان من حوالي ساعه ولا ساعتين بنفس الولد.
اتصل بيه وشبه هدد اللعيب اللي عندي. هدده طبعا، قال له انا ما اذيتكش، انت عرفت ان في حد عارف عندك، واللعيب لسه قافل معايا. قال لي يا كابتن والناس دي غلابه، انا اللعيب عندي غلابه يا كابتن. طبعا طبعا عندي غلابة. طبعا المبلغ اللي اللي عرضه عليه ده مبلغ كبير قوي. اللعيبه لا، هو يقصد الكابتن فؤاد سلامه بيقصد في غلابه كمان، غلابه في التصرف وليس المال. ايوه يعني سهل العفو. لجأوا لله ثم للكابتن فؤاد لكي ينقذهم. نعمل ايه يا كابتن؟ الحقنا. دي بتبقى مافيا تقريبا يا كابتن، بتبقى ايديهم طايله كمان يعني. يعني ناس مش قليله. فكل ان هو كمان يتصل بيه يهدده، لا انا ما بخافش من حد الحمد لله، انا طول عمري في مسيرتي كلها راجل دغري، انا ما بخافش من حد وهفضل ورا الموضوع ده لاخر نفس. انت عارف استاذ محسن كابتن كابتن رمضان، بس بعتذر عن حاجه. في حاجات كتيره بس انا يعني بص يعني تعلمت من الاعلام ان انا ما اكشفش كل ورقه. لا وما احبش ان انا اكون مستغل لضيفي، لاني الكابتن فؤاد سلامه حكى لي حاجات انا مش عايزه يسترسل ويقول. حتى لا تضعوا في موقف هو مكانه النيابه مش الاعلام. هو فجر القضيه على مسؤوليته، والتسجيلات جتنا على مسؤوليته، وهو مسؤول عن ذلك مسؤوليه تامه، وقال لي حاجات انا قلت له مكانها النيابه. انت حتى الان دورك محصن قانونا، وفجرت قضيه مسؤول عن كل كلمه قلتها، ورئيس ناديك محامي. كل ما ارجوها كان نقفل على نقطه مفيده، ان حضرتك بعد ما اقفل معاك ومصر كلها اتفرجت عليك دلوقتي والوطن العربي بفضل الله، انك انت تكتب مذكره قانونيه وترفقها بفلاشه بالاسواق الى اتحاد الكوره ليهيلها الى الشؤون القانونيه ويجيبك للتحقيق معاك، ثم بعد ذلك يحيل الامر برمته الى النيابه العامه. بالظبط كده. جايلنا رسائل كتير، كابتن نبيل محمود من السودان بيمسي على حضراتكم وبيمسك على يديك يا كابتن فؤاد، وبيقول لك فعلا المهرجانات موجوده في الممتاز من سنوات. الكابتن ابو العينين بيقول اتعرضت لمثل هكذا مواقف ولكن لم احصل على دلائل، عشان كده ما عرفتش اتكلم. الناس كتيره داخله في الموضوع، مستشارين ومحامين بعتلي رسائل، ولكن انا لست جهه التحقيق. انا اعرف دوري واقفل عنده. عند هذا الدور كره بلدنا فجر قضيه بشكل محترم بمسؤوليه قانونيه على الكابتن فؤاد سلامه فيما نشرناه، وطلعنا الكابتن فؤاد سلامه معانا حكى القصه برمتها. نترك الامر للمسؤولين والنيابه العامه ونتابعكم فيما بعد. عشان بس يا كابتن مش طبعًا عايزين نعمل ملومش الاعلام على ان احنا نتهم جزافا ونقع في نفس. لا ما احنا مفيش اسماء ولا في حاجه خالص. لو ماله بس باك رايت باك ليفت يعني لو جبنا مذكوره نعرفه. لا لا انا شخصيا لو حد قال لي تعشى افوت.